الإمارات العربية المتحدة هي من تقف وراء عملية قرصنة المواقع الحكومية القطرية. هذه المعلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية. ووفقا للمصادر فإنه في 23 مايو ناقشت حكومة الإمارات العربية المتحدة خطة الهجوم التي نفذت في اليوم التالي. تؤكد الصحيفة أنه لا يعرف ما إذا كانت الإمارات هي من قامت بالتنفيذ أو أنها أوكلت الأمر لآخرين. الجدير ذكره أن ما نشر أو أن نشر مقتطفات مثيرة للجدل عن أمير قطر على مواقع الإنترنت سببت لاحقا تأجيج الصراع في المنطقة، مما أدى إلى قطع علاقات بعض دول الشرق الأوسط مع قطر، متهمة إياها بدعم إيران والجماعات الإرهابية. سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة سارع إلى تكذيب ما جاء في صحيفة الواشنطن بوست، ونفى تورط بلاده بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية ضد المواقع الرسمية في قطر.